مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحموا. أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ومفيدا، ونتراحم معا في هذه الحلقة بإذن الله من برنامجكم تراحموا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في الحديدة في واحد من الأحياء الشعبية. أنتم بتلاحظوا المساكن الشعبية، منطقة يعني فيها ناس مستطعم الناس وكمية كبيرة من المحتاجين لمد يد العون لهم والمساعدة. في واحد من البيوت هنا، شوف هتلاحظوا بيت بسيط ومتواضع، ويعني ناس يعني رتبوا عمرهم في مثل هذه الأحياء. أنا أعرف الحالة دي من البيت. إحنا ندق الباب. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما كل سنة وانتم طيبة. الحمد لله، شهر كريم علينا. الله علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. احنا سألنا عليك، قالوا انك ست طيبة وجدعة ما شاء الله عليك. الحمد لله، اللهم لها الحمد والشكر. انت تشتغلين؟ اشكري والله، كنت اشتغل مجاني امر ربي بطلت. ايش هم؟ يعني سرطان. سرطان، الله يشفيك، الله يشفيك ويهب لك الصحة ان شاء الله. ان شاء الله. بعد كذا وقفت من بعد ما جاني السرطان وقفت. فعلا الخير يعني كثيرين ساعدوك. ساعدوني اللي عنده مكتوب من الله يا عبد. تقدر اصور هنا شويه بالحوش؟ اصور مش ممنوع. بيتك انت؟ بيت ملك. تفضلوا. حي يعني شفتوا مشاهدي الكرام، بيت بسيط الغايه، والبنات موجودات معك. بنات كم عددها؟ اربع. والعيال؟ لا، العيال خمسه. تسعه. ايوه. ابوهم؟ ابوهم متوفي. من يشقي على الاولاد؟ هذا انت كنت تشقى لهم واللي ربي شيء قدره خير يا هب. فين كنت؟ في مدرسة. ايوه. ايش يعني؟ مدرسة شغل يعني يدرسون، احنا نكنسون. منظف. منظفة ايوه. رائعة طبعا، عمل. الحمد لله. اديتي واجبي، شعرتي البنات يدرسون؟ بنات من يدرسون، الحمد لله غلقوا ما ثانوي. وأنا مكافئة لهم. الحمد لله. الحمد لله. عظيم يوم. أكيدين. رمضان كيف سويتي؟ صاريف. والله الحمد لله، اللهم لا الحمد والشكر. تبع عمرك ولا باقي؟ الحمد لله باقي، الله سبحانه موجود. ما شاء الله عليك، ما شاء الله إيمانك رائع، والمرض إن شاء الله ربنا يشفيكي. وإذا في أي فرصة للعلاج يعني الناس بيشوفوا الحالات، اللي قادرين يتواصلوا معنا، يقدروا يتواصلوا مقدمين الخير أو زي هذه الحالات ويتصلوا على التليفونات اللي بتظهر لهم. طيب، في هدية يعني من أهل الخير قدموها، واحدة من السلال المتميزة قدمتها الشركة اليمنية للهاتف النقال سبأفون. قدمت أيضا مبلغ 50,000 ريال. كل سنة طيبة. شركة اليمنية للهاتف النقال سبأفون قدمت هذه السلال المتميزة والمبلغ 50,000 ريال. كل سنة وانت طيبة. جزاهم الله خير، جزاهم ميت خير إن شاء الله. ربنا يشفيك يا أم سالي. وكذا مشاهدي الكرام، أنا أترككم ونخلي أم سالي تشوفوا حقها الحاجات، ونتقابل إن شاء الله مع فقرات أخرى. لكم مني أطيب التحيات. أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء. أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء. ومن باب إلى باب تراحموا. نزرع البسام وننشر الرحمة ونتراحم. مشاهدي الكرام، نوصل هذه الحالات في منطقة أو قرية نجد الجماعي. أهل الخير دلونا. اسمك الكريم؟ طلال القاسم حمد. كل سنه طيب. منت طيب ان شاء الله. كريم على الجميع ان شاء الله. دلتنا على حاله من الحالات اللي يعني احنا عملناها، وانت الان تقول لنا على صاحب هذا المنزل. ان شاء الله. اسمه ايش؟ عنتر قاسم. تعبان، ظروفه صعبه، ما يشتغلش، عاطل عن العمل. قلت لي ما يشتغلش. احنا ندق الباب. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف حالك يا حاج؟ كيف انت؟ كل سنه طيب. وانت طيب. اسمك الكريم؟ اسمي عنتر قاسم حميد. عن ترى القرية كل خربوا يدلونا عليك ويوصف. ممكن نساعدك تدخل؟ تفضل. أدخل أنا وأنتم مشاهدي الكرام بعد إذن صاحب المنزل عمي عنتر، وندخل معكم لنشوف هذه الحالة.
سيد الكرام، حنكمل هذه الحكايه، حكايه عمي عنتر. ما ايش كنت تشتغل انت؟ كنت عامل نفس الحكايه، عامل. كم عدد افراد الاسره؟ معي 7 بنات. ما شاء الله. ايش اسمك انت؟ تسبيح. تسبيح ما شاء الله. انت؟ وفراء. وفراء. براءة. غدير. دعاء. دعاء. طيب قلت لي وقف عملك ليش؟ يعني بكثير ناس وقف عملهم. كملتش تعليمي وبنفس الوقت يعني ما بش امكانيات، ما بش معانا راس مال نتحرك، ما بش معانا شيء، ولا ما الحمد لله. لكن الحمد لله البيت عدو مش مزعج لك الايجار ولا كان مشكله اكبر؟ الايجار اي نعم مش مزعج. طيب ومن يقوم بالحكايه هذه صرفه على الجوذو ما شاء الله بنا. والله كله ان تحركتوا يعني دخل رزق يوم. انا ما بش اذا انا تعبان راقد ما بش الحمد لله. كيف ما تشوفي الحكايه كلش صعبه، زوجي تعبان بها انزل اقبل العمود الفقري ما بش مني الدي لنا. ما الحمد لله قدي لنا ولا نقصها كبلاش. ومسؤولية تربية البنات والحمد مسؤولية الحكاية. أنا أقول إنه إحنا بنقدم مشاهدين الكرام مثل هذه الحالات. أنتوا بتشوفوا التليفون بيمر أمامكم الآن على الشاشة. في بعض الأسر الرائعة العفيفة يعني صحيح يحتاجوا مساعدات بشكل آخر أو دعم. كل الإخوة اللي بيشوفوا هذه الحلقة أو غيرها ويتفاعلوا ويتعاطفوا ويترحموا مع حالات، وإحنا بعد كذا نأخذ تليفوناتهم سواء هذه الأسرة أو غيرها ونتواصل معهم وندي لهم ما تجود به نفوسكم. يعني أجركم عند الله كبير مشاهدين الكرام المتفائلين والمتراحمين مع مثل هذه الحالات. نكمل الحالة هذه. وقلت لي يعني على باب الله وزوجتك أدت كلمة عجيبة، أنا ما كنتش داري أنه أنت مريض أيضا. الحمد لله على كل حال. إيش انزلاق بالظهر عمود الفقري؟ نعم. فلت ولا طحست؟ لا اندربت ودرب. هذا البنت الكبيرة هذه الحين خلصت ثانوية العام الماضي، الحين نحاول نسجلها بأي مجال، ما هي تدور كلية الطب ما بش مانعينها. اوكي اسمك؟ غدير. ما شاء الله عليه. مجموعة 91 ما شاء الله. وعندها هي نفسها مسمى إعاقة. وأنت معاقة؟ ايش بالعمود الفقري؟ بناي ايش فيك ان شاء الله؟ تعالج تعالج بس قالوا يطلبوا مننا خيرات مبلغ. ادينا لها تقرير من مستشفى الثوره. انا عموما في سله غذائيه المقدمه لهذه الاسره، وهي سله متميزه مقدمه من الامازون، منتجات غذائيه عاليه الجوده. جزاكم الله خير. كيف ان شاء الله؟ محمد سلام. ومن الأمازون أيضا هذه الشركة الرائعة، في أيضا قطمات سكر ورز وأيضا دقيق كويس. جزاكم الله خير، الله يستر عليكم إن شاء الله. طيب وفي أيضا حاجة مشان الكسوة، أنت شغلتين أبوك يا بنات على الكسوة وأمك ليش؟ مش نفرح ونسمع الجوال، نفرح ونسعد تعيد مش نفرح ونسمع الجوال. طيب في مبلغ مالي مقدم أيضا من الأمازون، مبلغ 50,000 ريال، إن شاء الله تساعدكم في المصاريف. الله يديلك العافية، تساعدكم في المصاريف والكذا كويس؟ حسيبكم الله يستر عليكم إن شاء الله، يتبع عونكم إن شاء الله، ويجعلكم إن شاء الله يعني الظهر للفقر. شكرا، وهذا الصعد واجبنا. كل سنة طيبة يا محمد. أنتم طيبين إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة يا بنات. مع السلامة. وبهذه الحكايه نكون خلصنا حكايه عمي عنتر واسرته الرائعه هذه والبنات ما شاء الله عليهن، وبنته الرائعه اللي واحده من الاوائل تعتبر 91% نسبه كبيره. اشوفكم انا ان شاء الله مشاهدي الكرام مع حاله اخرى في هذا البرنامج. تشرق في الصباح والهم حولها مساء، ومن باب الى باب نزرع البسمة وننشر الرحمة ونتراحم. مشاهدينا الكرام، الفجر الكلوي قصته قصة أخذتنا إليه أم عمران. أم عمران في واحدة من حلقات البرنامج يعني رحنا لها على سلة غذائية والمساعدة اللي تعرفوها، لكننا اكتشفنا من هذه الامرأة في إب أن لديها فشل كلوي، لكننا اضطرينا أن أنزل لها في مساعدة مالية ستسلم لها الآن، وأنا وعدتها أن نعمل لها إعفاء.
كان لازم أجي إلى مستشفى الثورة هنا العام في إب، وإلى تحديدا في قسم الغسيل الكلوي، ونشوف رئيس الهيئة الدكتور محمد يحيى المجاهد رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة محافظة إب. نحن في مركز الغسيل الكلوي الجديد الخاص في هيئة مستشفى الثورة، لدينا قسمين هم يعتبروا الآن حاليا أكبر مركز غسيل على مستوى الجمهورية اليمنية، رصيد 47 كرسي. هذا القسم الجديد فيه 30 كرسي، تم افتتاحهم أخيرا خلال الشهرين. المريض يأخذ عادة 3 غسلات في الأسبوع، كل غسلات تستمر 4 ساعات، بس بسبب عدم توفر المواد سواء داخل اليمن أو عن طريق الشركة الموردة، فبنضطر أحيانا نعمل غسلتين في الأسبوع، ونحن عن طريقكم إن شاء الله إذا كان هناك منظمات الصحة العالمية ومنظمات كبرى تستطيع أن تساعدنا. لدينا أكثر من 520، نحن الآن حاليا المركز الأكبر داخل الجمهورية. أي نداء احنا بنقوله من خلال البرنامج ترحموا، سواء للهيئات الدولية أو المنظمات أو رؤوس الأموال أو الأخوة المغتربين الذين لديهم قدرة ومقدرة، هذا القسم من أهم الأقسام يمكن على مستوى اليمن كلها. كيف عملية غسيل الكلوي؟ ونشوف تشرح لنا الحكاية دكتور على الجهاز هنا. السلام عليكم. كما تلاحظين هذه الأجهزة من الأجهزة الجديدة اللي نزلت على مستوى في هذه السنة. المريض يركب له جلسة كاملة، الفلتر وبقية الجلسة، هذه حاليا توصل إلى 20,000 الجلسة الواحدة فقط، 20,000 ريال. يقوم الجهاز بعمل تصفية، نقل كل الدم من داخل جسم المريض إلى الجهاز، يعمل عملية فلترة، ثم يرجع الدم الصافي السليم إليه. العملية تستغرق 4 ساعات، مغسلة كاملة، الفلتر والبيباج واللاين، هذا واللاين اللي ماشي يعني عليه، هذه غسلة واحدة ترمى. نعم. بعد ما ينتهي المريض لا تعطى المريض آخر، وترجع إلى جسمه معلق في إيده. نعم. نعم. هذه الآن أثناء الغسلة. نعم. ثم يستسحب كل المواد وترمى. ترمى ال- 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 المواد كاملة. تبقى قضية مشاهدي الكرام أم عمران. أم عمران هذه قالت إنه بتدفع يعني في 10,000 ريال، وأنا قلت في الحلقة واحد إني أنزل إلى إدارة الرسالة، الحمد لله لقيت دكتور محمد من أروع الناس وإنه حيعفيها. هو في قسم الغسيل الكلوي الجلسات مجانا. رئيس الهيئة جزاك الله كل خير، وهذا الأمر زي ما بتشوفوا الآن. مشاهدين الكرام، أنا كنت خارج الآن إلى منزل أم عمران، لكن الموضوع يبدو أنه احتبك هكذا بشكل في منتهى الروعة. قابلنا في المستشفى العاقل الذي شفتوه في الحلقة اللي عملناها في جبل ربي، لأن رحت أبحث عنه في البيت، قالوا لي الآن معي غسلة يوم الربع موعدها موجودة الآن. موجودة. إذا مشاهدي الكرام، احنا نشوف السيدة أم عمران في القسم اللي بتعمل فيه هذه الفحوصات أو هذا الغسيل. رئيس الهيئة موجود والعاقل أيضا موجود في قصة أم عمران. شوف الحظ كيف هي طيبة. طيب موجود ايضا عندنا البيت موجود عندك. راح اليوم عشان يشوفها، قال له قديم موجود هنا، احنا قلنا له امس واني رايح جاي لك، فقال لي لا قديم المستشفى، قلت له رئيس الهيئة الان قبل شويه، فاكتملت الحكايه. ونطلع مشاهدينا الكرام نشوف ام عمران واطراف القصه. ايوه اطراف القصه كلها موجودين، خلونا نشوف هذه القصه. احنا حنروح لها، هي موجوده هنا وبيعملوا لها الجلسه حقها. هذه أم عمران اللي شفتوها في واحدة من الحلقات في البرنامج. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. دكتور محمد رئيس الهيئة هنا مستشفى الثورة العام في إب، مهتم بك كثير، مش إلا أنت وكل الناس اللي معه. الله ينور قلبه. عمل لك أمر إذا هو موجود، إخوة قسم الغسيل الكلوي، الجلسات مجانا مجانا مجانا. إن شاء الله الله يحفظكم وينور قلوبكم لقاهكم منكم. آمين وآمين. في مبلغ مالي أم عمران 100,000 ريال مقدمة لك من واحدة مواطنة يمنية من أبو ظبي، سيدة رائعة، هذه 100,000 لك تمام. وفي 50,000 ريال أيضا، 50,000 ريال مقدمة لك من فاعلين وفاعلات خير من أبنائنا المغتربين، موجودة 50,000 هنا وهي هذه 50,000 ثانية.
سبحانه وتعالى وتبارك منكم ويعتقكم، بس الله دخل الخلق سمي سم الحق اني ربي يعتقكم ومنكم. شكرا موصول للدكتور محمد رئيس هيئه مستشفى الثوره هنا في اب، وايضا العاقل الرائع الاستاذ اكرم. اول القصه الى نهايتها، لكم مشاهدي الكرام ولكل من تعاطف مع هذه السيده اليمنيه الرائعه، لكم مني اطيب التحيات، واشوفكم ان شاء الله في قصه اخرى غير ام عمران اللي اتمنى لها كل الشفاء. مشاهدي الكرام شكرا جزيلا. من باب الى باب ترحموا نزرع البسمه وننشر الرحمه ونتراحم. مشاهدينا الكرام، بعض الحالات اللي تظهر في البرنامج برنامجكم تراحموا تطلب مننا مجهود خاص ويعني مواصفات خاصة نصل إليها، وفيها تعب وفيها، لكن كله يهون لكي نوصل هذه الحالة أو الحالات إلى قلوبكم التي نتمنى أن ينغرس ويزرع التراحم بيننا وفي قلوبنا جميعا. أتمنى لكم مشاهدة طيبة مع هذه الحالات في هذا البرنامج الإنساني الاجتماعي تراحم. نزرع البسام وننشر الرحمة ونتراحم. مشاهدي الكرام، نحن هنا في إب نبحث عن حالات مستحقة، سألنا كثير في المنطقة فأدلونا على هذه المنطقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. اسمك الكريم؟ زكريا العقاب. يا زكريا، احنا سألنا في الحارة هذه اسمها هذه هنا؟ حارة المقصارة المشنة. ايوه المشنة، اب الغروب وشرقها المشنة. المشنة هذه المشنة مشاهدي الكرام فيها واحدة من الحالات باسمهم بيت من؟ بيت عبد عثمان. اذا بيت عثمان هذا، السلام عليكم اختي. السلام. شهر كريم علينا وعليك. احنا بنسأل عن بعض الاسر المحتاجة والمستحقين، قالوا لنا في بيت عثمان هنا بهذه المنطقة. أينه؟ هذا عثمان. هذا البيت؟ أيوه. ايش رايك انت مساكين؟ ايوه هذا صوت بيت عثمان نفس مساكين. من اللي مات عليه؟ مات زوجهم. ايوه. الذي يصرف عليهم. ايوه. والله. طيب نشوف هذا، اذا نبحث عن بيت عثمان. نبحث عن بيت عثمان مشاهدي الكرام ونوصل الى هذه المنطقة. بيت عثمان. طبعا انا قلت انه اهل اب متعاطفين جدا، ما ان يعرفوا ان احنا موجودين، شوف الحاره كلها خرجت يعني يدلونا على اهل الخير. نشوف بيت عثمان، هذا هو المنزل، وصلنا ونكمل الحكايه هذه، وصلنا الى بيت عبد عثمان. ندق الباب. السلام عليكم. كيف حالك؟ هذا بيت عثمان؟ ايوه. انت مسمع؟ تركي محمد. تركي حياك الله. وانت؟ براء. انت؟ إبراهيم. إبراهيم، أنتم عياله؟ أبوكم اللي توفى ولا جدكم؟ أبينا. أبوك اللي توفى الله يرحمه. طيب استأذنت لنا من هنا نقدر ندخل؟ تعالوا مشاهدي الكرام ندخل إلى بيت عثمان ونكمل هذه الحكاية داخل المنزل. تفضلوا. من باب إلى باب ترحموا. بيتهم متواضع وصغير. السلام عليكم، كيف حالك يا أختي؟ كم عددك؟ كم عددكم؟ أنا أختي معي 5 جهال. أيوة. ومحمد عثمان معه 5 جهال، 10. أنتم بيت واحد ولا؟ أي بيت واحد. توفى سمعنا، إيش؟ بسبب مرضه، يعني قبل بداية في شوكة لون. ومن الثاني اللي توفى؟ قالوا اثنين، أب وبنو أو شيء؟ الأب. الأب مرض جلس سنة وثلاثة شهور مريض. أيوة. وبعدها توفى، وبعدها جلس بعده سنة ومات. بنفس الفشل كلام؟ أيوة. شوفي ما شاء الله الجيران أول ما جينا كل الناس دلونا عليكم. من هي هذه؟ هذه مرته، زوجة عبد عثمان. مش أنا عبد عثمان، هذه مرت محمد. أيوة. حياك الله، حياك، كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب. شهر كريم الجميع إن شاء الله. كل قال لكم أسرة طيبة، أسرة تستحق المساعدة، وإحنا ما نعملش أي حاجة، إحنا بندي حاجات للأسرة دي عن تكافل اجتماعي بيننا وبينكم. أنا وسيط. جزاك الله خير. العافية أنت. طيب ومنو الآن يعولكم؟ منو؟ لكن بصرنا الجهال كلهم صغار، ما بش واحد كبير، ما بش بس يعني مع عمهم. عمهم يوبه. وأخذ قوم كبير ياسر محمد.
خلاص انا اختصر لكم الموضوع. ما في سله غذائيه تشوفوها للجهال، هذه سله غذائيه من بهارات ياسين، فيها مجموعه كبيره من الحاجات اللي تشتوها ان شاء الله تكفيكم وتساعدكم. ومن اللي معكم مريض قبل؟ هذا وايش اللي فيه؟ يشنج صرع. ما اخذ يشنق عندي شنو اعصاب. اسمه حليب العلاج تركي. تستخدموا له علاج او شيء؟ ايوه نستخدمه كل يوم علاج مهدئ وكذا. ايوه بالعكس يدرسوا حاجه. يدرس قانون النجاح الاول اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا تركي ولا درايه. طيب انا استاذنك عشان ما نطولش، كل سنه وانتم طيبين شهر كريم. حتحتاجي لك فلوس مقاضي وكذا وتشتري وعلاج ايضا لتركي. جزاك الله خير. اذا مشاهدي الكرام احنا هنا في هذه الحاله التي وصلنا اليها، أسرة رائعة وتستحق المساعدة بالفعل، وهو شيء مش منا ولا فضل منا لكن حاجة تستاهل كل خير. معك من البرنامج حقك احنا نشوفه في التلفزيون. ايوه تسلم جزيك الله الف خير. الله يديك العافية. والله عمي. انت اللي تاخذ أسر يعني تعبانة محتاجة والله. شوفي هذه الشهادة انا اعتز بها. اي أيوة والله اني لا جارتهم كمان. والله اني جارتهم بس يقولك يعني انا وياهم. شوفي كويس جزيك الله الف خير. الله يديك العافية انت وهذه الأسرة الرائعة. معاكي مبلغ مالي 50,000 ريال مقدم من بهارات ياسين. كل سنة وانت طيبة وان شاء الله تساعدك في ظروف قادمة إن شاء الله. إلى الإبن يجزيك الله خير إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، ونشوف مشاهدينا الكرام حالة أخرى في منطقة أخرى. تشرق بالصباح والهم حولها مساء، ومن باب إلى باب ترحموا نزرع البسام وننشر الرحمة. مشاهدي الكرام نحن هنا في إب القديمة، بعض الحالات التي سألنا عليها تحتاج المساعدة أخذت مننا وقت للبحث والسؤال عنها. السلام عليكم. أهلا حياكم الله. كل عام. يتعرفوا عليك المشاهدي اسمك الكريم. أنا اسمي حسن علي خشافة. حياك الله يا حسن. احنا سئلنا على بعض الحالات المستحقة، كلكم دليتم على هذا الرجل. لا كل الشعب مستحق، إنما هذا أغلب الاستحمام. هذا صحيح مستحيل. ايش ظروفه؟ ها؟ اي ظروفه؟ ظروفه والله بالنسبة يعني ما يشتغل، هو مهندس ميكانيك ما فيش عنده عمل. هذا والله ان مستحق. الرجال المستحقين ومسكين وعاجز عن العمل. كلكم دليتم على الخير، انتم فاعلين الخير انتم. احنا نكمل هذه الحكاية. سينظر الله اليك بخير ان شاء الله. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يتعرفوا عليك الناس المشاهدين، اسمك الكريم. فؤاد الجرب. يا عم فؤاد كيف حالك؟ الله يسلم حالك. احنا جينا كله شوف الناس كيف اجتمعوا كلهم يدلونا عليك. قالوا كنت تشتغل مهندس. مهندس متراس لكن ما عارفش عمل، والنظر ضعيف. نظرك ضعيف. وهذا بيته؟ هذا بيتي. هذا بيتي. حقي دكان. دكان؟ ايوه احنا ساكنين بدكان. كم اسرتك؟ من احنا ستة. وين هم الجهال حقك؟ طالع وثم بالجامع. انا مش طولش عليك. انت حالتك مسكين كما تقول، وانا ما عاد اقولش كيف فعلت رمضان ولا مصاريف رمضان. اهل الخير اهل الخير قدموا سله غذائيه فيها كل الحاجات اللي تنفع رمضان ان شاء الله. كويس. سلام الله يكثر خير. هذه السله ان شاء الله تكون كويسه ان شاء الله. هذه السله مقدمه من اس بي سي وهو مركز تجاري موجود في صنعاء، رجل خير ورجل اعمال، وهذه الاشياء ان شاء الله تساعدكم في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. طيب وفي مبلغ مالي ايضا، في مبلغ مالي مقدم من فاعل خير ان شاء الله يساعدكم كل سنه. الله يستر عليك الله يعزك. وهكذا مشاهدي الكرام نلتقي مع حاله اخرى في منطقه اخرى باذن الله. تشرق في الصباح والهم حولها مساء، احلام تشرق في الصباح والهم حولها مساء، ومن باب إلى باب ترحموا نزرع البسام وننشر الرحمة ونتراحم. وبهذا القدر نكون وصلنا مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي ترحموا. أتمنى أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا ومفيدا مع هذه الحلقة. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، وأشوفكم في حلقة قادمة بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والهم حولها مساء